السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا الكرام، طبعا احنا في هذه الأيام بنمر بأيام يعني أوقات صعبة لم نشهدها من قبل، حد شاف يعني هذه المشاهد قبل ذلك، لكن احنا يعني في هذا اللقاء عايزين يا أخواننا نجدد الإيمان مع بعض. ده أهم نقطة، نجدد الإيمان مع بعض. اللي بالكم احنا لو وقفنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هنتعب ابدا. يعني انت المكتئب وانت اللي حزين وانت اللي زعلان على انه عملك وقف، وانت اللي زعلان على انه كنت خايف على نفسك، خايف على اولادك، خايف على كذا كذا. يعني انتبه معايا في هذا اللقاء بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، علمك ازاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون اليقين في النفس. اتفقنا؟ تعال كده معايا لما ابين لك بعض الاحاديث هنا اكتبها كده واحنا شغالين مع بعض نفهم هذه الصوره. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن هذا الامر الذي نحن فيه وهو الطاعون. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الطاعون شهادة لكل مسلم، والحديث صحيح في صحيح البخاري اللي عايز يرجع له، الطاعون شهادة لكل مسلم. كم كلمة دولة؟ أربع كلمات، الطاعون شهادة لكل مسلم. في الأربع كلمات اللي قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم دولة جمع لك فيهم معاني كثيرة، لما تيجي تبحث عنها كده تجد العلماء يتكلموا فيها تمام يعني بلطائف دقيقة. من هذه المعاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لك في هذا الأمر في هذا الحديث أن يعني الطاعون فيه من الرجاء وفيه من الخوف. إيه الكلام ده؟ طب فين الرجاء وفين الخوف؟ الخوف كون أنه الإنسان يبتلى بهذا المرض، دائما الإنسان بطبيعة البشرية بيخاف تمام، ولكن لما يعرف ثواب ربنا سبحانه وتعالى على هذا الأمر إنه هتنول به الشهادة حيصيبك الفرح تمام والراحة والرجاء والطمع في أن تكون من الشهداء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لك بين حاجتين، بين رجاء وبين خوف، وده اللي احنا عايزين نكون عايشين عليه. نحن من لا نفرط في الرجاء ونقول احنا عملنا كثير وكذا وكذا، والله مهما تفعل لا عملك يعني سبحان الله يدخلك الجنة، لن يدخل أحد بعمله الجنة كما في الحديث. وكذلك ما نسرفش في الخوف يعني من يعني لئلا يعتريك اليأس والقنوط من رحمة الله. فالإنسان يكون وسط بين الرجاء وبين الخوف، والخير كله لأهل الإيمان. هذا الطاعون كان وبال على الأمم السابقة، ولكنه على المؤمنين رحمة، رحمة على المؤمنين جاء لينالوا به الشهادة. هذا شق يعني أردت أن أبين لحضراتكم فيه يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أهو الطاعون اللي عايز يكتبه شهادة لكل مسلم. كم كلمة دي؟ واحد اثنين ثلاثة أربع كلمات جمع لك فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وغيرها، لأن لو تكلمنا يعني في هذا الأمر لا ننتهي. أدلكم على كتاب ترجعوا له تقرأوا فيه هذا الحديث، كتاب بهجة النفوس. أكتب لكم اسم الكتاب، بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة. عايز يرجع الكتاب ده ويقرأ فيه الحديث ده، سيجد فيه ما يسر به القلب، كتاب بهجة النفوس. لكن أنا يعني هتكلم في شقين مهمين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه المواقف وهذا الأمر
اليقين مع الأخذ بالأسباب. اليقين مع الأخذ بالأسباب. فين اليقين مع الأخذ بالأسباب؟ طب يعني لئلا أطيل على حضراتكم، أنا هتكلم في القضية دي في اللقاء القادم، تمام؟ يبقى إن شاء الله هي إحنا عرفنا النهاردة أن الطاعون شهادة لكل مسلم. فاللقاء القادم إن شاء الله هبين لك إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اليقين في مثل هذا الأمر مع الأخذ بالأسباب. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش اللقاء القادم لأنه لقاء مهم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.